أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
بسم الله الرحمن الرحيم إنا خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها
يَحَتَّى